السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا. اليوم احنا في بحيرة الفراولة. القسم هذا مجهز للأمهات ولإنتاج الشتلات، تمام؟ راح نشوف طريقة إنتاج الشتلات من الأمهات. الصيص هذا يعتبر الشتلة الأم، هذه الشتلة الأم، وفي فترة الصيف شتلة الفراولة لا تخرج ثمار وإنما تتكاثر فتخرج مدادات، هذا تسمى مدادات، تمام؟ المداد هذا يخرج فيه شتلة جديدة زي الأم ولكن طبعا صغيرة. الشتلة الرئيسية الأم تخرج مجموعة شتلات كثيرة، ولذلك تلاحظون يعني مثلا هذا القصيص، شوفوا كم قدامه من الأصايص الصغيرة اللي هي أصايص 9، شايفين سبحان الله العظيم كأنها أسلاك كهرباء تمديدات. راح نشوف احنا وياكم الآن شتلة، أو خلونا نشوف هذه في الأمام، يعني مخرجة مدادات. لاحظون الآن هذه الشتلة نزلت هنا وأيضا أعطت مداد. بعد فترة هذه راح تكبر، راح نجيب لها الصيص جديد ونغرسها فيه، تمام؟ راح تكبر هذه مثل هذه وأيضا تخرج مداد، فيستمر عملية التكاثر. الشغل رائع هنا جدا، النوع استفال، والإخوان هنا في بحيرة الفراولة حقيقة شغالين عليه بشكل جيد، أعداد كبيرة وهائلة جدا. طبعا خلال شهر 7، 8، و9 راح تستمر عملية المكاثرة. أيضا تحتاج إلى يعني حرارة شوي علشان تخرج مدادات، لأنه لو تحول الجو إلى بارد أو نوعا ما معتدل راح تخرج ثمار. فعشان كذا سبحان الله العظيم كل نبات يعني يكون له وقت أنه يتكاثر فيه. سبحان الله شوفوا هذه، شايفين كم مدادات، كل هذه المدادات من شتلة رئيسية واحدة. راح أحط لكم رقم الإخوة الكرام في بحيرة الفراولة اللي حاب يحجز للموسم القادم، راح إن شاء الله يجد الطلب تبعه. اللي يبغى الآن أيضا هو موجود، ما شاء الله الكميات كثيرة جدا وكبيرة، يعني شايفين من هناك ما شاء الله، وأيضا من هنا إلى آخر البيوت المحمية. تقريبا البيوت المحمية اللي هنا تقريبا يمكن 40 متر في 40 متر تقريبا. ما شاء الله هذه نزلت في الأرض، ثبتت في الأرض، وهذه ثبتت في الأرض، يفترض أنها تخرج، يعني شوف سبحان الله العظيم ثبتت هنا، تمام؟ لاحظ أيضا هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولهم وللجميع.